ريايل ليش قاعد يصير فيك تثدي؟ ليش؟ ليش سندويشاتك خواصر هالمتنة؟ وعلى فكرة أقول لك شيء بس مو تزعل، والله العظيم هذه الحقيقة. تدري إن الاستروجين الأنثوي مفروض ينزل عندك، تسرون عالي، تدري الاستروجين الأنثوي اللي عندك أكثر من المرأة؟ والله العظيم إذا كان عندك تثدي وخواصر وكرش وكذي. إنزين شو اللي يرفع الاستروجين؟ أول شغلة الزعل المتكرر يرفع الاستروجين، بعد شنو؟ السكريات، وبعد شنو؟ استغفر الله، هذا فول الصويا. فول الصويا هو زين، هو طبيعي يرفع الاستروجين، فما بالك ملعوب فيه وراثيا. طبعا كل الاشياء ملعوب فيها وراثيا وعليها مبيدات بشريه، ترفع الانسولين، ترفع عفوا الاستروجين، واذا الاستروجين ارتفع الرغبه الجنسيه تطيح، لانك قاعد تاخذ ملامح مره، الرغبه الجنسيه قاعد تطيح، القدره الجنسيه، فحرام الشعر يتساقط، راح تلاحظ شعر صدرك يطيح، شعر الحواجب يطيح. هذا الفيديو خاص حق البنات، شلون تعرفين انه راح يصير لك تكيس؟ هذا اذا ما فيك. شلون تعرفين ان الكبد، السلام عليكم، ان الكبد وايد متضرر؟ ركزي، راح تلاحظين الاستروجين يعلى عندك حيل، اذا علا الاستروجين الجسم يقول اوه شنو هذا وايد، راح يقطع الكبد، واذا قطع الكبد الكبد يقول والله استروجين وايد ما اقدر انا اشيله. شنو الاعراض هني اللي ابيش تعرفينه؟ راح تلاحظين حبوب كبيره ومدوره متفوخه كذي، اذا شفتي الحبوب على الجنب هذا يعني المبيض اللي هالجنب قاعد يفرز استروجين عالي عندك، واذا الحبوب هني وايد اهم شيء مدورين ويلمعون، يعني معناته الاستروجين الناحيه هذه قاعد يفرز وايد. الحل شنو؟ ناخذ فيتامين اي عشان ننزل الاستروجين، ناخذ الاشواغندا، ونشرب شاي القراص. ليش شاي القراص؟ لانه ينظف الكبد، لانه عليه استروجين جدا عالي. قبل لا يصير فيك تكيسات، حمل انسيه، لا تفكرين تحملين لانه ماكو بيبي.